على مر التاريخ البشري أثرت الأوبئة على الحضارات، وكان للعديد من هذه الأوبئة تداعيات كبيرة على المجتمع البشري، بداية من قتل نسب كبيرة من سكان العالم. طاعون أثينا هو الوباء الذي دمر دولة مدينة أثينا قديما في اليونان. قتل الطاعون ما يقدر بنحو 75,000 إلى 100,000 شخص، أي حوالي ربع السكان. ويعتبر الموت الأسود واحداً من أخطر الأمراض وأشدها فتكاً وقتامة في التاريخ البشري، وتشير التقديرات إلى أن عدد من قضوا نتيجة الوباء يصل إلى 200 مليون شخص. لعبت التجارة العالمية وتوسع الإمبراطوريات دوراً كبيراً في نشر الجدري حول العالم، وكان المرض فتاكاً إلى درجة أنه يؤدي إلى وفاة نحو ثلث المصابين به من البالغين، وثمانية من بين كل 10 أطفال. وفي مستهل القرن 18 كان المرض يودي بحياة نحو 400,000 مصاب سنوياً في أوروبا وحدها. عام 1793 ضرب وباء الحمى الصفراء فيلادلفيا خلال الصيف، حيث سجل أعلى معدل وفيات في الولايات المتحدة الأمريكية. يرجح أن المرض جاء مع اللاجئين والبعوض على متن السفن القادمة من سانتو دومينغو. بدأ وباء كوليرا في ولاية البنغال عام 1816، ثم انتشر في جميع أنحاء الهند، وقد مات بسبب هذا الوباء حوالي 10,000 فرد من القوات البريطانية وعدد كبير جداً من الهنود. ووصل الوباء إلى الصين وأندونيسيا وبحر قزوين، وقدرت حالات الوفاة في الهند بين عامي 1817 و1860 بأكثر من 15 مليون شخص. وفي عام 1854 انتشرت الكوليرا في شيكاغو، مما أودى بحياة 5.5% من السكان، وما زال المرض يهدد الدول الفقيرة ويشكل خطورة عليها. ما عرف بالإنفلونزا الإسبانية أو الوافدة الإسبانولية هي جائحة إنفلونزا قاتلة انتشرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى في أوروبا والعالم، وخلفت ملايين القتلى في مختلف أنحاء العالم في ذلك الوقت. إن وقت نشأة هذا الفيروس ليس مؤكداً تماماً لدى الأطباء، ولكن تظهر بعض الدراسات أن هذا الفيروس قد انتقل من الشمبانزي للإنسان في غرب أفريقيا منذ أواخر القرن 19، وذلك عندما قام بعض الأشخاص باصطياد شمبانزي لأكله وهو مصاب بفيروس نقص المناعة القردي. تم الكشف عن أول حالة للإصابة بفيروس HIV في عينة دم تم تحليلها عام 1959 من رجل في كينشاسا، وطريقة إصابته بالفيروس غير معروفة. وفي عام 2014 توصل علماء إلى أن منشأ وباء الإيدز يعود إلى العشرينيات من القرن الماضي في مدينة كينشاسا، وقالوا إن مزيجاً من الأحداث شمل النمو السكاني وتجارة الجنس وحركة السكك الحديدية سمح بانتشار الفيروس. تشير معطيات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 34 مليون شخص توفوا في مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز منذ اكتشاف أول إصابة بالمرض عام 1981. وفي عام 2002 ظهر السارس لأول مرة في الصين، وخلال بضعة أشهر انتشر السارس في جميع أنحاء العالم محمولاً بواسطة مسافرين غير متوقعين. أظهر السارس مدى إمكانية انتشار العدوى سريعاً في عالم مترابط وسريع الحراك، حيث أدى إلى وفاة 800 شخص في العالم. انتشر وباء إنفلونزا الخنازير في عام 2009، وقد اكتشف أولاً في المكسيك في إبريل من ذات العام قبل أن ينتشر في العديد من دول العالم. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن إنفلونزا الخنازير يعتبر من أكثر الفيروسات خطورة لكونه يتمتع بقدرة تغير سريع هرباً من تكوين مضادات له في الأجسام التي يستهدفها، حيث يقوم الفيروس بتحوير نفسه بشكل طفيف كل عامين إلى 3 أعوام. وفي 31 ديسمبر عام 2019
كشفت منظمة الصحة العالمية عن عدد من حالات الالتهاب الرئوي مجهول السبب في مدينة ووهان شرق الصين، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 11 مليون نسمة. وبعدها بأيام، وتحديداً في 7 يناير، توصل علماء صينيون إلى أن فيروساً تاجياً جديداً من عائلة كورونا هو المسبب لتلك الحالات. في البداية بدا الأمر وكأنه وباء يقتصر بشكل أساسي على الصين، لكنه تحول سريعاً إلى وباء عالمي أودى بحياة قرابة 7 ملايين شخص. وفي الواقع أن فيروس كورونا هو الحلقة الأخيرة في سلسلة من الأوبئة التي ضربت العالم وذهب ضحيتها الملايين من البشر، ولا نعلم متى سينتهي وما هو الوباء المستقبلي الذي يمكن أن يحدث. نعم، إذا تابعنا مع بعض هذا التقرير نشكر زميلتنا سندس على كل هاي المعلومات اللي قدمت لنا إياها. ونرجع لك يا دكتور، يمكن تابعنا مع بعض كل هاي التغيرات والأوبئة اللي مرت على مر العصور. اليوم إذا بدنا نقارن الأوبئة قديما، هل بالفعل كانت أشد فتكا على البشرية من الحروب؟ التقرير ممتاز وعدد فيه كثير من الأوبئة اللي كان لها تأثير كبير. بالنسبة للسؤال، يعني الحروب لها شدتها وفتكها، والأوبئة لها شدتها وفتكها. المعادلة محسومة للأوبئة. يعني بالتاريخ، إذا جينا للتاريخ واستعرضنا التاريخ كاملا، سنجد أن عدد ضحايا الأوبئة يفوق بمراحل عدد ضحايا الحروب. على سبيل المثال، الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 حصدت ما بين 50 إلى 100 مليون روح إنسان، مقارنة بالحرب العالمية الأولى اللي حصدت 21 مليون. لاحظ المفارقة. أيضا في عنا الطاعون على مر العصور، كل الموجات يعني تقريبا بالمحصلة أدت إلى وفاة حوالي 200 مليون شخص. فالأمر محسوم للأوبئة. نعم. اليوم في مقارنة بين الإنفلونزا الإسبانية والكورونا فيروس كورونا، فأدي متشابهين؟ هناك بعض أوجه التشابه، إنهم الفيروسات، واحد منهم فيروس إنفلونزا والثاني فيروس كورونا، اثنين بينتقلوا عن طريق الجهاز التنفسي، اثنين شديدي العدوى. لكن هناك أوجه اختلاف واضحة. أولا، الإنفلونزا الإسبانية ظهرت في عصر لم يكن معروف ما هو الإنفلونزا، ولم يكن مكتشف له علاج، وكانوا بالعالم بتعامل معه بدون وجود معلومات. بينما فيروس كورونا في العصر الحديث المعلومات كلها موجودة، تتناقلها الدول وبتم تطوير علاجات ولقاحات. الإنفلونزا الإسبانية كانت أشد فتكا من كورونا، وأيضا كانت تستهدف الفئة العمرية يعني صغيرة في العمر، من 20 إلى 35 سنة، بينما الكورونا استهدفت كل الفئات العمرية وأكثرها الفئة العمرية الكبيرة في العمر اللي عندها المناعة منخفضة. نعم. يعني لما بدنا نيجي نقارن، نجد أنه الإنفلونزا الإسبانية لها أوجه كثير كانت خطيرة. الكورونا مع خطورته، إلا أنه المعلومات اللي موجودة ساعدت البشرية كثير. أيضا الفيروس الإنفلونزا الإسبانية، بسبب أنه ما كان السفر متاح لكل العالم، انتشر في مدن محددة. نعم. أما فيروس كورونا انتشر كالنار في الهشيم. نعم. نعم. طيب دكتور، هل في مؤشرات ممكن أنها تنبئ بوجود وباء أو أوبئة جديدة؟ نعم. هلأ في مؤشرات ظهور عدد من الحالات غير مبرر من مرض ممكن رصده عن طريق أنظمة الرصد العادية. إذا لاحظنا أنه بدأت الأمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، هذا علامة استفهام يعطي. إذا حسينا أنه هناك تغير في عدوانية الفيروس
أو المسبب المرض لازم نشك أنه ممكن يكون في وباء محتمل. أيضا ممكن أنه عن طريق حاليا منظمة الصحة العالمية بتعمل على ما يسمى بدراسة الجينوم، دراسة الجينات والتنبؤ نعم، وتطوير المختبرات بحيث أنه تشتغل على مسببات الأمراض وتتنبأ بالطفرات، أمتى تحصل الطفرات، هذا كمان ممكن يعطينا مؤشرات. أكيد نعم. دكتور، إحنا بنعرف أنه التغيير المناخي عم بأثر على كل شيء، ولكن أثر اليوم على تطور الأوبئة أو استحداث أوبئة جديدة. نعم، للأسف التغير المناخي هو من أهم الأسباب لانتشار الأوبئة الحالي. الاحتباس الحراري، ارتفاع درجات الحرارة، الفيضانات، الجفاف، انجراف التربة، كلها تؤدي إلى أولا الفيروسات تنمو بقدرة أكثر لأنه الجو صار أفضل لها، ناقلات الأمراض أصبحت تنمو في أماكن لم تكن بالسابق تنمو فيها مثل البعوض. انجراف التربة ومياه الصرف الصحي بيظهر الفيروسات والبكتيريا اللي موجودة في مياه الصرف الصحي وممكن هاي تسبب الأوبئة. هلا في شيء كمان بيخافوا منه العلماء اللي هو القطب الشمالي المتجمد وما هو مدفون داخله من كائنات، هذا بسبب التغير المناخي لو لا سمح الله ذاب القطب ما بنعرف ايش ممكن راح يطلع مسببات للأوبئة. نعم. فالتغير المناخي له تأثير كبير جدا. نعم، طيب خلينا نحكي عن تعامل المجتمعات مع الأوبئة بشكل عام، يمكن إذا بدنا ناخذ ونرجع لقديما كيف تم التعامل، ويمكن أجدد وأحدث حال يمكن كلياتنا عشنا فيها هي وباء كورونا، ولما انتهى خلص يعني تم ذكر بأنه توقف وباء كورونا أو انتهى وباء كورونا، صلحني هون إذا أخطأت، ولكن كيف بتم أخذ هذه القرارات أو تسميته بوباء أو إنهاء هذا الوباء؟ هلأ هناك مؤشرات معينة، يعني عندما يطلق على المسبب المرض وباء بيكون له معايير محددة. الوباء هو انتشار عدد فوق المعتاد من الحالات في منطقة معينة، لكن الجائحة انتشاره في مناطق واسعة جداً قد تشمل أجزاء كبيرة من العالم. هلأ احنا بالنسبة لفيروس كورونا لم ينتهي بعد فيروس كورونا، استقرت الموجات، استقر الحدوث بسبب المطاعيم، بسبب الإجراءات الاحترازية، لكن ما بنقدر نحكي إنه انتهى. ما بنعرف شو الطفرات اللي ممكن تيجي مستقبلا وممكن يتغير في مسار الوباء. نعم، ولكن الآن أيضا يتطور الفيروس وله أشكال مختلفة. قبل أيام كنا عم نحكي عن أيضا ظهور فيروس كورونا بشكل مختلف للقطط وموت أكثر من 300 ألف قطة في العالم، وخوف أنه هذا الزحف يأتي إلى يعني إلى بلاد الشام ولبنان وقبرص. فاليوم يتطور الفيروس، ولكن هل ممكن للكورونا أن تعود بشكل آخر كوباء كما شاهدنا؟ هل التطور الفيروس قد يكون لصالح البشرية، أنه الفيروس بالطفرة يضعف وتأثيره يخف، لكن أحيانا ممكن الطفرة تكون تنتج فيروس أكثر شدة في الانتقال ويصيب فئات أخرى، هون بيكون في انتكاسة. فإحنا ما بنقدر نحكي إنه انتهى الوباء، يجب أن يبقى تحت المراقبة. نعم، إذن شكرا لوجودك معنا دكتور، سعيدين جدا معك. دكتور غازي شركس، استشاري الصحة العامة والأوبئة ومساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة سابقا، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، أهلا فيك دكتور.